مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير مالهم مالغير، ما الباب وابو الخير مالهم مالغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا يحتاج الوقت حتى يعيش واقعا، وممكن الواقع هذا يدفع الإنسان إلى أفكار هو كان بعيد عنها في الأساس. أنا لأول مرة من بعد رجوعي أشوف حد يشاركني هذه الأفكار. من البديهي يا ولد خالتي إن نحن نتفق في مجموعة أفكار ونختلف في مجموعة أخرى. والله يا بنت خالتي، الفكر مثل ما أنت تعرفي هو حس لنبض الإنسان، بس للأسف احنا نشوف شرايح امام عيوننا في المجتمع، ماخذين حياتهم كلها نوم واكل وعمل وبس، والفكر يكون محجوز في عالم المجهول. يمكن اخ لو اعرف مكان معاها. زين هدي اعصابك، ولما تجي تسألها يا اخي. وليش اسألها؟ زين اني عرفتها قبل لا اتورط في الزواج معاها. كل كلمة تقولها وانت في حالة غضب محسوبة عليك. ما يهمني، تجاهلتني ولا كأنها شافتني. أكيد مشغولة بغيري. بدر بدون تهور، لا تنسى أنك تتكلم عن زهرة. للأسف اللي ما حد قال لي، شفت بعيني. بدل ما تضرب أخماس بس داس يا أخي، انتظر لما تجي واسألها. ما أقدر أصبر، أحس نفسي بجن. هذا لأنك تحبها، والهدوء في هذه المسائل مطلوب يا صاحبي. صباح الخير. من أين كان لك معك؟ صباح الخير بالأول. أعتقد أني سألتك سؤال.
ردي جاوب على سؤالي بدون ما ترفع صوتك. هذا الاسلوب ما يعجبني. لو سمحت غير طريقة كلامك بالأول. أيوة كذي طلع على حقيقتك. سمعتها؟ أنا خلاص انتهى دوري. من فضلك بدون ما تلطخ في الكلام. كل واحد يشوف شغله. أعتقد أن من حقي أسألك. لا ما من حقك بهذه الطريقة. أي كلمة تسيء لي أنا ما أقبلها. وطريقتك هذه إساءة لي. يعني إيش؟ يعني افهم اللي تريد فهمه. كل شيء في هذه المسائل قسمة ونصيب يا سعد. معقولة؟ معقولة أنت اللي تقول هذا الكلام بعد ما كنت ملهوف ورا البنية؟ أنا أعرف أنا إيش أقول. إلى متى الواحد بيجلس يفكر في هذه الدنيا ويتناسى الآخرة؟ صدقني هذيلك الاثنين اللي جايوك أبو الخير وثابت لا تصدق كلامهم يا رجال. هذيلك مدعين. أرجوك لا تغلط يا سعد. ذيلاك دلون على الطريق الصحيح. يا حبيبي هذيلاك ما يعرفوا شيء في التنقيم. أعرف يا سعد أعرف، بس اللي قالوه هو العقل. أنت تعرف إيش سويوا؟ أكيد ضحكوا عليك بلعبتهم ولا إيش سويوا؟ هي نعم ضحكوا علي لأني كنت خايف على نفسي ومالي ولأني خايف صدقتهم، ولكن بعدين جلست أفكر في كلامهم ولقيت كلامهم كله لخبطة ولعبة. إلا شيء واحد يا سعد. وإيش هذا الشيء؟ هذا الشيء حقيقة فينا يا سعد. نحن نركض ونتاجر ونكسب ونجمع فلوس ونحس كأن ملكنا كل شيء بفلوسنا، ولكن على أقل شيء يصيبنا نكون ولا شيء. أيوة بس إيش يا سعد؟ واحد مثل عنده 3 زوجات وما شاء الله كم من الأولاد، وأريد أتزوج واحدة في سن بناتي؟ أبو الخير وثابت لعبوا لعبة علشان أبتعد عن بنتك، ولكن لعبتهم قربتني من نفسي ومن ضميري. يا الله هذا الولد هين راح؟ من يوم طالع من الصبح ما رجع البيت. لا يكون سوى اللي قال عليه وترك البيت. لكن ما أظن ملابسه هنا في البيت. هو أبوي ما يهمه ملابسه. أكيد سواها أكيد. فريد ما شاء الله ليش؟ أنا ما فريد، أنا ثابت. خير يا ثابت مالك؟ تعبان. وين كان؟ وخليني أجلس شوية. يا الله بس يا ثابت الله يهديك، فريد من طلع البيت الصبح ما رجع. وانت يا الله يهديش، ما نقدر تجيبي سالفة لسالفة فريد هذا؟ أها خايفة عليه؟ لا تخافي عليه، لا تخافي عليه هيرجع. بس أخاف لا يكون والدي صابه شيء. يا صيلة استهدي بالله ولعن الشيطان، ما لك شغل هذيك انتي؟ انا قايل لك 100 مرة قايل لك هذا الولد مغبون وما مال شغل بق. يا ثابت اهل يوم الولد راح الشغل وما رجع. انا تعبان وحط ولدي. ايش اسوي في ولدي؟ اروح ادور عليه. انت اسمع هذا الحرمه اسمعوه انت، من هنا دور عليه، من هنا قولي. ما اعرف، المهم انك تدور عليه. يا ابنتي يا حمي لا تخافي علي، ولدي هذا بيرجع. انا عيوني ما بتشوف النوم اذا ولدي ما رجع البيت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تو انت قولي لي من هنا اروح ادور على ولدي هذا منين؟ اعرف بس علشان خاطري يا ثابت روح. الله يخليك روح. زين ابوي بروح ولو اني ما اعرف هنا اروح، لكن يلا تعبتك. لا نعم الله يخليك سهل ولا ما عاد منا بحياتنا. نعم هالكلمة حياتنا. يا زهرة ملأت لي الأكوان طيبة، كوني كزنبقة مستحمة أو كفراشات النهار أو كالعيون السرمدية. صح لسانهم عذب أمه. الحقيقة أنا بعدني ما مصدق عيوني إنك جاي لحد هنا. لا لا صدق صدق، هذا أنا عندك الحين أصدقها. أنا اللي عجبني هو إصرار بدر للارتباط بزهرة بنتي، وهذا شيء طيب. والله على كلامك هذا أنت اللي طيب. لكن بعد السالفة فيها لكن.
بس اللكن هذه ما تخوف. المهم اللي بعد اللكن. ما شاء الله، أول مرة أشوفك تضحك كذي. أسلوبك وكلامك ضحكني. أضحك أضحك ولا يهمك. أنت ما شاء الله وجهك انكشف. أول كان كريه. ما كريه وايد، شوية يعني. خلاص هات علومك، هات علومك. أنا جاي علشان أقول إني موافق على زواج بدر من زهرة. والله؟ بدون حلفان يا أبو الخير، موافق؟ هينك يا بدر، تعال اسمع بنفسك، هينك يا بدر؟ تعال، هو وين؟ ولا متعود يسهر كذاك؟ لا 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 أبداً أبداً، بالعكس، بدر ما عنده غير البيت والشغل، بس هو اليوم شوية تأخر، ما أعرف ليش تأخر، صدقني والله صدقني، ما يتأخر. خايف أغير رأيي. تسويها، ما ينوثق فيك. خير، اللهم اجعله خير. البشرى يا بني، مبروك مبروك. مبروك على ايش؟ شوف زائرنا، شوف. وهذا ايش جاي يسوي بعد؟ طلع عيونك زين، هذا هو ابو زهرة. ترى يا شوف ان سعد ابو زهرة، ايش يريد؟ قصر حسب. ايش هذه اللهجة اللي قاعد تتكلم فيها عمك يا ولد؟ عمي؟ ليش عمي؟ مالك انت اليوم؟ هذا ابو زهرة جاي يقول لك انه موافق على زواجك منها. خلاص من حبكم يا زين عزلنا، تعبت نفسك وصلت متأخر. يعني ايش؟ ما يعني شيء يا اخوي سعد، يتمازح. لا امزح شباب شباب. لا ما امزح. بغيت اعرف ايش تقصد بكلامك هذا؟ اللي أقصده إني ما أريد بنتك للزواج. ما عليك منه، يريدها يريدها. آخر الزمن، رضينا بالخراب والخراب نتعذر. دجك دجمت دجمت. خالي أرجوك فكر على هذا الموضوع. زين إيش اللي صار؟ أريد أفهم. أنا ما ممكن أتزوج وحدة كل يوم حد معاه في سيارتها. معقولة؟ هذا اللي صار، لأول مرة أحس بالإهانة بسببك. سامحني يا أبوي، لكن كله مني، كان لازم أروح لهم. يعني أنا عارف بدر ليش قال كذلك، لأنه ولد متقلب الرأي، حالة حال شباب هذين اليومين اللي في كل لحظة لهم قرار واختيار. أنا سويت اللي سويته علشان لا تقول أنت وخالتش أني وقفت طريقك وغصبتش. يا بدر تضيع مثل هذه الفرصة لمجرد شك؟ أنا لازم أكلم خالتي أصيلة، لازم. وهذا اللي صار يا عم بالخير. كذي السالفة. الله يهدي بدر، ما أعطاها فرصة تتكلم، وهي ما عجبها أسلوبها في الكلام. زين ما قالت من اللي كان معها؟ المشكلة أنهم اثنينهم يريدوا بعض، والدليل على ذلك انهم اثنينهم ما داوموا اليوم. والله عيب في تفكيركم انتو الشباب، تاخذ الامور بالظن والاستعجال. اقول عم بالخير، انت اكيد تتدخل. معلوم اني بحاول اتدخل وبحل الموضوع هذا ان شاء الله. ايش تسوي يعني؟ ما ادري والله. هذا البدران هذا شايف نفسه نعم. عنده خاله شيء، ما المفروض يعقله؟ اسمع هذه حول ابوي، ابوي خاله هذا ما يعقل بالواحد، هذا يجنن بالواحد. انا مثلا تورطت معاه في تعليم السواقه، ولا انا مالي مال سواقه. وحليلك يا زهره، والله انك ما تستاهلي. عموما يا جماعه، اللي حصل هذا كان من حسن حظي انا. كيف يعني كيف؟ يعني انا صراحه اخترت زهره لتكون زوجا لي. انا وبعدني ولد الشايب زوجا لك؟ هو زوجة لي؟ لغوياً الحالتين صحيح. أنت من متى تفكر فيها؟ أنا يا أمي بصراحة من أمس كنت أفكر فيها. أقول أصيلة يكفيه يكفيه الولد، يوم واحدة يكفيه. أقول فريدان فار، نعم. تسمع نصيحة عمك؟ إذا بغيت أن هذا زهرة توافق عليك فغير من شكلك، هذا غير شكلك.
انت يا عم دايما تقول لي غير من شكلك، وانا اقول لك ان الشكل مجرد شيء هامشي، المهم العقل. ردي يا علي ولدي. ارد ايش اقول يا ثابت؟ تراني اشوف كل شيء صار سلطه، والموضوع خلاص اتلخبط صار بسرعه. عموما يا جماعه انا قررت اني اروح اخطب زهره لنفسي. اسمع هذا واحد الولد مجنون؟ نعم. ايه ما يستوي، الاهل هم اللي يخطبوا. انا بصراحه ما عندي اي مانع، المهم ان تسرعوا الخطى. اصيله ولدي هذا بيجيب لي الضغط والسكري في ان واحد. نعم يلا نكره لك عينك يوم نتكلم هالكلام. قول عليك. صدقني يا خالي ما كنت اعرف ان هذا فريد ولد خالتها. انا خبرني ثابت انه كان معها. يا الله يا الله اني غلطت غلطة العمر. والحل يا خالي؟ على حين تسألني عن الحل عاد بالاول تستعجل. يا خالي انا كنت في حالة غضب، والانسان في حالة الغضب يفقد التركيز. زين يكون في علمك ان ثابت واصيلة ناويين يخطبونها لفريد. لا 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 مستحيل. وليش مستحيل؟ ترى ابوها جاك هني وقال لك انا موافق، بس انت اللي رفعت راسك ورفضت. يا خالي يا خالي حن بنعيد السالفه مره ثانيه. ارجوك انقذني، شغل افكارك شغل خططك. انا الحين مركز على التراي بعد يومين، وانت اذا تقدر تسوي شيء ابدا مع زهره. قلت لك اطلع برا. زين لا تتعصب يا اخي. زهرة انا لو سمحت ارجع لشغلك. لا تكوني قاسي كذي، انا جنيت لما شفتك معاه. ايش قلت في نفسك في ذيك اللحظة؟ قلت اللي قلته. المهم انا فهمت كل شيء الحين، وبعدين كان انت المفروض تقولي ان هذا ولد خالتك فريد. لو تذكر اسلوبك معي كان عرفت ليش انا ما قلت لك. انا ما انكر اني كنت جاف معك. والحين ايش؟ سمعت؟ الحين اريدك تسامحيني؟ بالاول تسامح من ابوي اللي لما قال حد عندك انت. ابوك لاحقين عليه، المهم انت. موقفك هذاك بدل اشياء كثيره. انت تعرف ابوي زين، إنسان عنيد وما يحب الإهانة. بصراحة أنا قلت له في ذاك الموقف إني بطيع أمره في كل شيء يريده. يعني إيش؟ بضيع كل شيء علشان غلطة غير مقصودة؟ الغلط غير المقصود مردود يا بدر. يا زهرة الله يخليك، أنا أريدك توقفي جنبي. بصراحة أنا عرفت إن هذا الفريد يريد خطبك. سامحني يا بدر، الموقف الحين في يد أبوي. غالي غالي غالي. غرقت يا خالي غرقت. خير من هاي اللي غرقت؟ اقصد سالفة تعقدت. هاي سالفة؟ سالفة الزواج. انا متورط الحين وما لي غير الله وانت. وليش تريدني اسوي؟ انا عندي اخر تمرين وباكر فحص. تراي خلي عنك الفحص خالي، انا اريدك تجي معي عند العم سعد عشان اتسامح منه. ولكني ترى زهرة بتطير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زين لحظة او رمضان. اي اينك؟ اقول ابوي تتوكل الحين وباكر نلتقي في الفحص. زين زين ان شاء الله موفقين. ان شاء الله. يلا حياك الله.
خالي؟ تشوف اللي انا اشوفه؟ لا تخاف، خالك معك. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جماعه في الحقيقه انتوا جيتوا متاخرين، لان احنا البنت خلاص خطبناها. ومن قال لك ان احنا جايين نخطب؟ خالي ابو عقب مو قايل تسوي بقى؟ نحن جايين بيت الاخ سعد، وبعدين البيت هذا ما بيتك علشان تسالني على السؤال. والاصول اصول يا ثابت. عرفك يا ابو الخير، عرفك، ما حد يزيد عليك في الكلام، لكن تاكد انه بدون فجر. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. كيف حالك اصيله؟ بخير قبل لا اشوفك. وما شفتيني؟ ايش ضربتك حمه؟ بعد الشر ان شاء الله عني، تيجي الحمه على اللي يكرهني. يا ثابت ويا اصيله، ان شاء الله انا بشاور البنت. عفا عليك يا سادة، عفا عليك. وصلت انك تطردها من بيتك؟ ها يا اخي ما حد طردك. المهم انا اسير حال بنت اختي واشاورها وحدي. يا حي الله يا ابو الخير. الحقيقة عم سعد، أنا جاي أتأسف لك وأتسامح منك. لا با لا لا لا، تتأسف حال من؟ هذا الكلام ما يفيد باقي، تتأخر أنت بدون مقدمات ولا شيء. أنا أسف على التصرفات اللي دارت مني والكلام اللي قلته في لحظة غضب. وهذا راس الكابوس. استغفر الله استغفر الله يا ولد، استغفر الله. استريح استريح استريح. ابو سعد ضحك عليك؟ اهم يضحك ترى هذا يسمى ملاقه، يتملق لك بس. ثابت لا تنسى ان الرجال في بيتي. ارجو ان يا اخ سعد تكون قبلت اعتذار الولد، هو فعلا كان في حاله غضب، واللي حصل مجرد سوء تفاهم لا اكثر. سوء تفاهم لا اكثر؟ هذه ابوي اعذار، هذه اعذار. اتغلطوا على الناس وبعدين تستسمحوا؟ نحن نطلب السماح من ناس اهل سماحه واهل مبادئ وكرم. نطلب السماحه من انسان فاهم وعارف وقلبه كبير لولد غرير غلط وهو في مثابه ولده. هذا ما انكر جيدكم، خففت فيه زعل من بدر. وانا اكرر اسفي عمي. مسموح يا ولدي مسموح. وابوي قلبوني. هنا أصيلة؟ أصيلة؟ وأصيلة تعالي الشيمة، تعالي لحقيني، زادوا علي لحقيني الشيمة. أبوه ومساكين وحظ المخيط بقى. ها ما رديتي علي يا زهرة؟ صدقيني يا خالتي ما أعرف إيش أقول. الكلمة الحين في دينك. هذا بدر جاي يخطبش مرة ثانية، وفريد بعد يريدش، لازم تختاري. أخاف زعل حد مني في اختياري. ولا تهتمي في زعل أي واحد فينا، المهم تختاري اللي أنت تريديه. بدر ولا فريد؟ احنا جايين يا اخ سعد علشان المساله انها تكون. ابو الخير مالك تكتبه؟ مالك الله يديك، عقب تقول لي ما جاي اخطب؟ انا صحيح ما جاي اخطب، لكني جاي اجدد الخطبه. ما خبش خبش. ايش قلت الاخ سعد؟ الحين الولد بدا يرتب اموره الماليه، وقدم على طلب قرض من بنك الاسكان، وبدا في التوفير، والحمد لله يرسم حياته بشكل صحيح، وانا أضمنه. وحتى فريد الحمد لله رب العالمين بدأ يشتغل والبيت موجود، وإذا كان على الفلوس أنا وأمه نساعده، وإن شاء الله هيضمن مستقبله ويعتمد على نفسه، وأنا أضمنه. مكلمك ثابت.
الحقيقة كلامكم وجيدكم على عيني وراسي، وأنا ما أعرف إيش أقولكم. كل اللي أقدر أقولكم إياه إن كلمة البنت هي الفاصل. والبنت قالت كلمتها. اختارت وبدون اي كلمة تجبر. واختارت من؟ مبروك يا بدر. مبروك يا ولد اختي. مبروك مبروك. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ صلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. وصاحبه من مر امره غريب ما يندري، بكره يشوف معكم نطوف، بكره يشوف معكم نطوف. في دولة مع ابو الخير يصلح اغلاط الخير، في دولة مع ابو الخير يصلح اغلاط. معكم نطوف بكرة نشوف، معكم نطوف. في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير. ودر مكانه وعايز زمانه، ودر مكانه وعايز زمانه. هذا هو أبو الخير، 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 هذا هذا هو أبو الخير، هذا أبو الخير. يلقاكم بكرة بالخير.